ولكن لا بأس أنا أقول لي هرة وان إسكدي دي جري وحيالها لا تضوب فيديو بني عد ما هنا وإسكدي دي جري أركا سادة لح يو سغاشن كي وان أمرين يو أما شن يا سغاشن كي لح يا سغاشن كي وإسكده مرة نسويدن تقني أو اجتماعي كلانكي هلكا كدعي جالية دا صومالي دا شغوتي من الشيخ عمر فاروق رحمة الله عليه يعني مشايخ دا كلابا قارك هاد الجوغس دا شاق مصطفي جوغيني مشايخ كلابا ايان كاقب قلبي ومركاسا صبحي ليقو قري كلمة دا يا ليلي والله قادوا بيا مركاسا ديدي دوبت مجر ثاني وحلا دوبة يا مجر أرتباح كان أنا تكتال أنت هنا من تحين إنسان ما بيجري بالقاس هاي هاي كاميرا لا مو بهذا بس كعجل ده لو دوب جر أركضوا غير بعد ما كنا دحمر تيا يجونا وقت كشتين ودوبينا يا ما دوبينا يوا بس كجوب جري يا برنامج هذا نظر بجوب جري هذا بعد محاولات فربضن بان لي هذا هو الوقت اللي يحلل انت حسبك قبل سؤال لا تقوم والله تقوم على كل حال كلمة دي الله تقوم وي نشريا عن أقول لها هي فوائد أي مركة دم بين نص وبحي أي واحد علي دور السنة كذب بعد سنة صدح سنة يعني تلاقي نيوزيلاند أدونك ما يشاء أودن بيس حق قرح كصباح ما يشاء أدونك بيس صباح قرح كل كبل لعبت أو حد إن على شرق كحياة وزنجر بانني يقوح هلك خروج كل بحني أقول الله أتقرن إيسان أمركي مساجد كي أنه جوبنين وخروج كل بحنا الليل بلدتك على صوب وقضوه موري بانتقنا كل مركان قال لي من كي بني يرى نين بارنا قابله آه نوصل هو دقي أبيه سحاب وحيد أباي دعوة يومية لكن ولي صلاة ما تكنين صلاة وتكذن وحقوه الرئيسي عجلة قادي اسويتنا بغالة دول فان مالي نشيد نيرو عجلة دي وكتو أثريو تي صلاة دي سوء باللعبي ما شاء الله إله الكيم وقوتا لي يا وكان دوقي ما سكو سوء بودي سكو بانور نيو ما شاء الله يا وحي لي انت جوكتو ودنك كابها لمايو بسيح لسوقات مثلا من تغنب ونور رعا بيش تغنب ونور رعا مركز سالي هديبا اسكرنا في أمتك هل فردي ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقلت هو بكير وصلاة دي كب الله ففيها فوائد إن شاء الله الفوائد العلمية أنا قصص كليلي يقولنا مرام بلجيم من اللي إلى مرأي بلجيم بلجيكا أما بلجيم يعني مسجد ولدا أو مغاربة أي اللي أي وبنيهين أما مسجد المغاربة يعني صوب علي غور مخرب مركز على إيجوري كلمة مسيح وإحنا جيري طبعا الله هذا الله يكذب لأن يرى أي صوب أكفر يسطي على يدي غرانك نجد ريشو أدي أنا نوع أقري وحنقعد سنة هنا إن أتخلف عن حمزة نوع أقري ده لما كده اللي يرضى وحاخري خلف عن حمزة كلمة دمرك عليهم وهو أقري عليهم حمزة وهو أقري عليهم يا لديهم عليهم إليهم لديهم سدح راس هذا هو بلاسو عليهم بأغريا لديهم بأغريا مرك عليهم بكتر يوني لوبي يعني بني يرو ماشا فرديا أو آمنوا أكين يعني وذا دمية كم وقنن أو جينيس إسكا قبا أو تميهي سي
xiriir ka dhigay sida gabdho oo kale halkaa ka yard xiday ayaa wuxuu yidhi sheekh meeshaas khalaf see waay calayhum ay ahayde maasha allah wallahi waa runtaa ayuu markaa isagii markay soo gaadhay buu khalaf akhriyey markaa waxaan adiga yaa ku baray khalaf can xamza wuxuu yidhi adigaa i baray waxaan weligeyba kuma arkin maanta ka hor haa buu yidhi laakinii tacallamtu minka bilgayb aybkan kaaga bartay oo waa sida baan wuxuu yidhi khalaf can xamza markii internetka la soo geliyey ayaan qirada jeclaaday oo maan duubtay oo meel baan dhigtay oo waan laba sanaan siiyey oona wax kale ku mashquulsanayn haddana igu imtixaan hal xaraf haddaan qaldo ma u aqaanaba waan ku imtixaamaysaa sida faatixadu u yaqaanaa riwaayad khalaf can xamza waana riwaayada layaa way ugu adag tahay riwaayaadka oo dhan marka dee fawaa'iddaasay lahaydo yarkii markii dambe maasha allah wuxuu noqday saaxib qiraa'aad oo tobanka qiro ayuu markii dambe jamciyey oo xataa musxafuu gacantiisa ku qoray oo waxyaalo badana marka taguur allah naa waafijiyey dembigeena allah dhaafikii waalidiinteed